مساء الخير، عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours نعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتم بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما لكم لا تابعوا الحلقة، خليكم معنا. بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقة سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقة بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلابل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني موقعه استراتيجي كاشف على فيو البحر والمدينة. مشروع جاهز للسكن ومؤلف من 100 شقة، 4 بلوكس، وعدد الطوابق بين 14 و 21 طابق، وست مساحات مختلفة للشقق بتتراوح بين 145، 176 و 262 متر مربع. دوبلكس واحد بآخر طابق من كل بلوك مع روف تيراس وبانوراميك فيو. 50% من المشروع أفيلابل للبيع والشقق بمساحات مختلفة، بالإضافة لجيم مشترك وبرايفت اندور بول. من أبرز السبيسيفيكيشنز، دبل وولز ودبل جليزينج، سيكوريتي مأمنة، وبالداخل رخام إيطالي، باركي ماسيف، كيتشن وباثرومز أوروبية، بالإضافة لفول سيلينج ولايتينج ديزاين. جي تاورز بالأشرفية بروجكت سكني آمن مع 4 أكسس مختلفين من الطريق العام وقريب من أهم مراكز التجارة والخدمات. 4 هاي أند بلوكس جاهزين للسكن، بالإضافة للأندرغراوند فلورز للباركينج بكل بلوك. ميرامار 2 بروجكت سياحي فخم بيشمل لبنان، تحديداً بالألمون، بعيد 50 دقيقة عن بيروت و7 دقايق عن طرابلس. موقعه كاشف على البحر وخضار الجبل وفيو أكبر مرفق بيشمل لبنان. مؤلف ميرامار 2 من 4 بلوكس و70 أبارتمنت، بالإضافة لأوتدور بول. تتراوح مساحة كل أبارتمنت من 90 متر مربع مع 2 بيدرومز، وصولاً لدوبلكس 300 متر مربع مع 3 ماستر بيدرومز. مكون المشروع من 3 طوابق، جراند فلور بيستفيد من جاردن، الطابق الثاني تابع لإله تيراس، أما الطابق الثالث عنده روف توب مجهز ببرايفت بول مع بيس من إزاز كاشف على الليفينج روم بالطابق الأسفل. تونيل تحت الأرض بيوصل ريزورت ميرامار 1 بالمشروع السكني ميرامار 2، وبإمكانية جميع السكان الاستفادة من خدمات الريزورت. من أهمهم بولز، جيم، سبا ومطاعم وانترتينمنت. سبيسيفيكيشنز عالمية بالعمار والفينيشينج، سيكوريتي ومينتيننس 24/24، بالإضافة لأندرغراوند فلور مخصص للباركينج. 70% من الشقق أفيلابل للبيع، والمساحات ابتداءً من 90 متر مربع. ميرامار 2 لوكجري بروجكت ضخم على بعد أمتار من البحر ومأمن فيه أحدث الخدمات، أما التسليم بربيع 2018. أبارتمنتس مع سند ملكية وتسهيلات مأمنة بالدفع.
سيفي رايز بوسط المدينة بيروت، أعلى تاور بمنطقة سوليدار جهة الشمال كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. موقعه استراتيجي قريب من المرفأ وأهم المراكز التجارية والسياحية. مؤلف التاور من 12 طابق جراوند فلور ميزانين تجاري و11 طابق للسكن. افيلبل للبيع قسم شقتين بالطابق، مساحة كل شقة بين 177 وال 189 متر مربع، وقسم شقة بالطابق مساحتها 320 متر مربع ودوبلكس 400 متر مربع. سيفي رايز ببرايم لوكيشن مقابل بور بيروت مع اوبن فيو على المدينة والبحر. اثنين هاي سبيد اليفيترز، دبل جليزنج، اي سي وهيتنج سيستم، بالداخل يوروبيان ماربل وسيراميك، باثرومز اوروبيه وفول سيلينج مع اندايركت لايتنج. سيفي رايز بيتمتع بعلاقه مع سوليدير من دون ما يخضع للشروط. 5 اندر جراوند فلورز مخصصين للباركينج والستورج، بالاضافه لسبيسيفيكيشنز فخمه وهاي اند فينيشينج. شقتين كبار وخمسة أصغر أفيلابل للبيع. لين ريزيدنس 89 بروجكت سكني خاص بجدرة جنوب لبنان داخل جيت الكوميونتي، بعيد 20 دقيقة عن بيروت وخمس دقائق عن صيدا، وقريب من أهم الجامعات والمراكز التجارية. مؤلف من 13 بلوك، وكل بلوك من 3 طوابق وست شقق. مساحة الشقق 145 متر مربع مع 3 بدرومز، صالون ودايننج. 78 أبارتمنت بالمشروع وخدمات عديدة مؤمنة بالإضافة لجيم وسوبر ماركت. من أهم المواصفات برايفت جنريترز، سيكوريتي مؤمنة، جاردنز ومساحات خضراء داخل المشروع. لين ريزيدنس 2 مشروع جاهز للسكن وكاشف على فيو بحر ما بينحجب، أبارتمنت بمساحات صغيرة ومدروسة وباركينج مأمن. تسهيلات للدفع مأمنة من البنك وستارتينج 900 دولار المتر. حصد قطاع المشاريع بالشركة السعودية جبل عمر لتطوير شهادة ايزو 9001-2015 بمعايير إدارة الجودة، وقد عبر رئيس الشركة عن سعادته بهالجائزة اللي بتعكس مدى التزام الشركة باتباع أفضل السياسات والممارسات بتطبيق معايير الجودة. وذكر أنه جبل عمر تتحرك وفق رؤية شاملة لتطوير مشاريعها وتشغيلها بالتعاون مع أكبر الشركات بالعالم، ومنها هيلتون، حياة ريجنسي، ماريوت، وأخيراً فور سيزنز. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات نطرتكم بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضاً لكيفية المعلومات حول العقارات المطروحة ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.